النشاط تيقوم في إطار المبادرة التي يقوم بها الحمى المغربي فيما يخص الهشاشة والناس اللي عندهم عدم إلمام الجانب الصحي. درنا اليوم قافلة طبية حول داء السكري والضغط الدموي، عاوتاني كذلك تصحيح النظر، وأخص بالناس الناس الكبار اللي كيكون عندهم مشكل ديال النظر اللي هو فيما يخص الكاتاراكت. خدنا مع أخصائيين من أجل يعني الكشف على هاد الناس، من أجل القيام بعمليات جراحية. كيتكلف بها الهلال الأحمر المغربي جهة الدار البيضاء بشراكة وتنسيق مع عملية الحي الحسني، مع جمعية ديال روتاري كلوب، ومع يعني الجماعة ديال الحي الحسني. وهذا يعني النشاط تيدير في انشطه اللي دار الهلال الاحمر بشكل مستمر. يلاه هذيك الاسبوع كانت في يعني في انفا، ودابا الحي الحسني، غدا غتمشي لعمل اخرى في دار العمل اللي تيقوم به الهلال الاحمر المغربي جهه الدار البيضاء. استراتيجيه ديالو كيقوم بها. هي من ساكنه الوفاق جوج، كنشكر هذه المبادره اللي داروا مزيانه والناس اللي واقفين عليها، والحمد لله كاين شي نتيجه مع الوليدات ومع الناس. وهذه شكروا هذه الجمعيه بزاف، الناس اللي قدموا هذه الجمعيه وقدموا لنا هذا الشيء، الوليدات والمراه، كنشكركم بزاف. شكرا. قرر المكتب المسير ديال الهلال الاحمر الحي الحسني انه نديروا هذه القافله الطبيه خصوصا في المشاكل ديال البصر و داء السكري. معنا فريق تيترأسه الدكتور زكريا عبد اللطيف أوفطالمو لتصحيح البصر بالنسبه للتلاميذ اللي عندهم مشكل في النظر، مع التنسيق مع عمالة حي الحسني في شخص العاملة ديال الحي الحسني، جزاها الله خير على المساعدة.